بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو قصير هنتعلم فيه مهارة جديدة مع بعض، إزاي نفصل صوت الموسيقى عن صوت المطرب أو المؤدي أو المغني. يبقى عندنا ملف صوتي فيه خلفية موسيقية وفيه صوت، إحنا عايزين الصوت فقط مش عايزين الخلفية الموسيقية أيا كان السبب يعني. طبعا بنطبق ده على أي حاجة تانية، لكن أنا هنفترض إن في عندنا ملف صوتي وعايزين نشيل منه الخلفية الموسيقية ونحتفظ بالصوت اللي الصوت ده اللي احنا عايزينه. طب بنعمل ايه؟ بنروح على طول على موقع vocalremover.org، الموقع ده الرابط بتاعه هيكون اسفل للفيديو، هنلاقي الشاشة زي ما احنا موجود قدامنا يعني. بكل هو طبعا الموقع ده بيعمل حاجات تانية كتير، لكن النهاردة هناخد المهارة الأولانية اللي هي vocal remover. بنضغط براوز ماي فايلز، بنروح على الملف اللي انا مجهزه، بتكون نزلنا الأغنية وبنضغط اوبن فبيبتدي يعمل ابلودنج للفايل. زمن التحميل ووقته ده بيعتمد على سرعة الانترنت وحجم الملف. بيتحمل الملف عندي بالشكل ده، اتحمل الملف بالكامل، بيبتدي يعمل اوديو بروسيسنج عشان يفصل لي، يعمل تراكين، تراك للخلفية الموسيقية وتراك للمطرب. بيبتدي يعمل تحميل للأغنية بعد فصلها إلى تراكين، مسارين اتنين، هنشوف مع بعض بالشكل ده. الجزء اللي فوق الأخضر ده الموسيقى فقط، وده هنا الصوت اللي خاص بالمطرب. هو المفروض الاتنين دول لو أنا جبتهم كده يبقى هسمع الأغنية كما هي، ونشوف نجرب مع بعض كده. لو احنا بصينا كده هنلاقي احنا استمعنا في الجزء الاول للموسيقى ما كانش في صوت المطرب، ابتدى صوت المطرب يبقى مع الموسيقى بالشكل ده، هنا ما فيش صوت مطرب لكن الموسيقى شغاله بصوره مستمر. طيب هنجرب كده لو انا كتمت صوت المطرب بالشكل ده كده ونشوف مع بعض هنسمع ايه. اهو على الرغم ان التراك بتاع المطرب موجود لكن انا كتمت الصوت بتاعه، احنا عايزين بقى العكس، يبقى هكتم الصوت بتاع الموسيقى خالص وهخلي صوت المطرب او الصوت موجود هو عندي. نشوف هنسمع ازاي. في الدنيا ده ابدا لن تستكي ابدا. كده يبقى انا استمعت الى الصوت وعرفت انا عايز ايه بالظبط. هنا عندي اختيار، يا اما انزل التراك بتاع الموسيقى اللي فوق ده او انزل الصوت او بنزلهم مع بعض. طبعا دي ملهاش معنى لان انا اوريدي انا عندي الملف بتاعي في الصوت وفي الموسيقى. بضغط على الفوكالز او الصوت بيبتدي يتحمل عندي الملف الصوتي بالشكل ده هنا. لو ضغطت عليه طبعا الجزء الاولاني مش هيبقى فيه صوت ولا موسيقى، اللي هو جزء الفراغ اللي هنا، الصوت هيبقى عامل ازاي. دي وبكده بنكون حولنا الملف اللي بيحتوي على صوت وموسيقى في الخلفية، بنشيل الموسيقى وبنحتفظ على الصوت فقط. طبعا بعد كده بيبقى محتاج الحقيقة ان احنا نعالج هذا الملف، وده في فيديو اخر، ان احنا نشيل الفراغات اللي موجودة هنا او نقللها قدر الامكان عشان ما تبقاش فيه مسافات فارغة او مسافات صمت طويلة، وده هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا ونلتقي في فيديو قريب بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.